مهاجمين بتضيع فرص كتير قدام الجون، يبقى لازم اشغل المهاجمين على المرمى كتير، تدريب تخصصي زي اللي هنعمله دلوقتي على الجون، اشغله من كل الاتجاهات واحاول اركز على الفينش بتاعه يبقى كويس. ما تبصش ليا انا بقى وانا بضيع، لان انا كبير في السن وما بتمرنش، انا هحاول اشتغل على قد ما اقدر. فعايز المهاجم يشتغل على الجون من جميع الاتجاهات عشان الفرص اللي بتضيع كتير في الماتشات يكون الراجل ده خد الظروف دي قبل كده وهو بيجري وتحت ضغطه بيحط ببطن رجله وبدماغه. فهنجرب دلوقتي. يلا ايوه احسن وليد، احسن سعيد. ايوه اه يا ايوه ايوه انا موت. محمد شريف تعلم يا ابني.